حول العالم الناس في حالة حركة مستمرة، ويحدث ذلك الأمر في المغرب. يغادر الناس المناطق القروية إلى المدن سعياً وراء إيجاد طريقة أفضل للعيش، لكن دائماً يتم انتظار تحقيق هذا الحلم. مع وصولهم إلى المناطق الحضرية يقوم الناس بالاستيطان بشكل غير رسمي، حيث تسمى هذه المستوطنات مستوطنات غير رسمية. ونظرا لأن هذه المستوطنات غير شرعية فإنها لا تملك الحق في توصيل خدمات الصرف الصحي والإمداد بالمياه. في العقود الأخيرة تكونت أحياء عشوائية حول المدن الكبيرة والرئيسية، وأخذت في النمو مما نتج عنه تأخر توصيل خدمات المياه والصرف الصحي إليها. ولا يزال هناك حوالي 2 إلى 2.5 مليون من السكان بدون خدمات المياه أو الصرف الصحي، ولم يكن هذا مقبولا فيما يتعلق بأهدافنا الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية. مع تواصل نمو مدن مثل الدار البيضاء، طنجة ومكناس، قام ملك المغرب باتخاذ قرار عام 2005، قام بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعترف بالمستوطنات غير الرسمية، كما تضع إطاراً لتوصيل الخدمات الأساسية إليها مثل المياه والصرف الصحي. السؤال هو كيف يمكن القيام بذلك، وكيف يمكن دفع مقابلاً لذلك؟ في المغرب يتمثل أحد الحلول في المعونات المرتبطة بالنواتج أو OBA، وتعد المعونات المرتبطة بالنواتج إحدى الآليات المبتكرة التي تربط إنفاق التمويل الحكومي بتقديم خدمات أو نتائج معينة. ويقوم المغرب بتجريب المعونات المرتبطة بالنواتج كطريقة لتمويل خدمات توصيل الصرف الصحي والمياه في 3 مدن تعاني من القصور الخدماتي. وقد قدمت الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنواتج، وهي عبارة عن برنامج يديره البنك الدولي، منحة لهذا المشروع. بالنسبة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي المغاربة، كانت الموافقة على المعونات المرتبطة بالنواتج بمثابة مغامرة، نظرا لأنهم كانوا سيضطرون لتمويل الخدمات مسبقا والتركيز على تحقيق نتائج بدلا من تحقيق أركان العقد الأساسية. تقدم المعونات المرتبطة بالنواتج تمويلا فقط بعد أن يكون قد تم تقدير كلفة المشاريع، كما أن عدد كبير من الأسر والمستوطنات سوف تأتي وتتقدم بطلب توصيل المياه، وهذه مخاطرة كبيرة بالنسبة للمشغل. لكن هذه المخاطرة تتوجت بالنجاح. باستخدام المعونات المرتبطة بالنواتج قام مقدمو خدمات الصرف الصحي والمياه في المغرب في القطاعين الخاص والعام بوضع طرق ابتكارية لتوصيل هذه الخدمات إلى المستوطنات غير الرسمية. هذه هي قرية لمكانسة الواقعة على أطراف الدار البيضاء، وهي مستوطنة غير رسمية تضم ما يربو على 7300 منزل. منذ 5 سنوات جاءت فاطمة لوادة إلى هذا المكان مع أسرتها. لقد انتقلت إلى المكانسة واشتريت قطعة أرض، ولم يكن هناك مياه أو صرف صحي. لقد كنت أستيقظ في الصباح في بعض الأحيان ولا أجد مياه بالمنزل، لذا كنت أضطر إلى أخذ صفائح المياه الخاصة بي والانتظار في الطابور من أجل الحصول على المياه من البئر. لقد عشنا على هذا النهج لمدة 3 سنوات ولم نكف عن طلب الحصول على خدمات المياه. في عام 2007 بدأت شركة ليونيز للمياه بالدار البيضاء والمعروفة بليديك بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى مستوطنات لمكانسة باستخدام تمويل المعونات المرتبطة بالنواتج. لقد نما إلى أسماعنا أنه كان يتم تركيب خدمات المياه، غير أننا لم نصدق ذلك. لقد بدأنا التحدث بشأنها كثيراً متسائلين، هل سيتم تركيب خدمات المياه بالفعل؟ أنتم هنا في أحد شوارع هذا الحي لمكانسة، وأول ما نفعله هو توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الناس. تتولى إنجريد بيتشل إدارة فريق مكون من 30 ممثلاً لخدمة العملاء لدى ليديك، واليوم تقوم بإلقاء أول نظرة لها على تقدم توصيل الخدمة إلى الحي الذي تقيم به فاطمة في لمكانسة.
في بداية الأمر يتملك الشك معظم الناس، إنهم لا يصدقون حقاً أنه سوف يتم إمدادهم بالخدمات، كما يسألون العديد من الأسئلة حول مقدار تكلفتها، فهذا أمر هام لهم. هنا في لمكانسا وفي جميع أرجاء المغرب ينعم المستوطنون غير الرسميون بخدمة المياه، وسوف يصبحون من الزبناء الذين يدفعون مقابلاً لهذه الخدمة، وهذا هو ما ترمي إليه المعونات المرتبطة بالنواتج. تعمل الإعانة المالية التي تقدمها المعونات المرتبطة بالنواتج على سد الفجوة بين الأسعار معقولة المستوى التي يمكن أن تدفعها هذه الأسر والتكلفة الحقيقية لتوصيل الخدمات إلى هذه المنازل. تقوم الأسر القادرة بدفع رسوم توصيل منخفضة، كما يمكنها اختيار دفعها في شكل أقساط. لقد تم إجراء ذلك بطريقة دقيقة ومنظمة، حيث شارك فيها جميع الشركاء بمن فيهم سكان المنازل. إنني أعتبر هذه العملية عملية ناجحة. هكذا تفعل فاطمة. عندما تم توصيل المياه لأول بيت مجاور لنا، قمنا بإقامة حفل كبير، كما أطلقنا صيحات الشكر لوصول خدمات المياه. وصلت لنا، الحمد لله. الحمد لله، المياه تعد نعمة من الله. إننا نستيقظ في الصباح ونقوم بتشغيل الصنبور ثم نستحم، ولم نعد نضيع وقت بفضل توفر خدمة المياه. والآن عندما يعود الصغار من المدرسة يجدون طعامهم قد أعد من أجلهم. لقد حققت التجربة نجاحاً في الأراضي المستوية في مدينة الدار البيضاء المكتظة بالسكان. إن الدار البيضاء من المدن الضخمة، غير أنها تقع على أراضٍ مستوية ذات تربة تتسم بسهولة إلى حد ما، لذا فإنه من السهل نسبياً أن يتم الحفر ووضع المواسير. ولكن ليست جميع مدن المغرب مثل الدار البيضاء. تقع مدينة طنجة المنحدرة والمحاطة بالتلال على بعد 200 كيلومتر شمالاً تقريباً، وتطل على مضيق جبل طارق على بعد 15 كيلومتراً فقط من إسبانيا. هل يمكن بالفعل توصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى المستوطنين غير الرسميين بأسعار معقولة مثل هذه؟ تختلف مدينة طنجة اختلافاً تاماً عن مدينة الدار البيضاء، ففي طنجة يوجد تحديات ترتبط بالنواحي الفنية المتعلقة بتوصيل الخدمات في منطقة صخرية وجبلية، لكن الالتزام هو الالتزام. وما زالت مجموعة من المناطق ومجموعة من الأحياء ما زالت تفتقر إلى هاتين المادتين الأساسيتين. وهنا تولت شركة المياه والكهرباء لمنطقة الشمال والمعروفة بأمنديس مسؤولية توصيل المياه إلى 45 ألف أسرة، أغلبها من المناطق غير الرسمية، وذلك باستخدام أسلوب المعونات المرتبطة بالنواتج. لقد أخذ عدد الأحياء المعروف أنها غير رسمية وغير مجهزة في التزايد بشكل سريع حول المدينة، وقد أردنا تجهيزها، غير أنه كان من الصعب الحصول على التراخيص الإدارية لتوصيل الخدمة إلى هذه المستوطنات غير الرسمية. وعلى غرار مدينة الدار البيضاء، تمتلك مدينة طنجة مياه بلدية جيدة، لكن الجميع هنا ليسوا على يقين بأنه يمكن توصيل هذه الخدمة إليهم. خلال الإنشاء قمنا بحملة للتوعية من خلال وكالات متنقلة، حيث تعقد لقاءات مع السكان لمناقشة استخدام المياه وصيانتها، وكذلك الإجراءات المتعددة التي يجب اتباعها للاشتراك مع شركة المياه والكهرباء لمنطقة الشمال أمنديس. إننا نقوم بجمع الملفات المتعلقة بتوصيل المياه والصرف الصحي، كما أننا نعمل في وقت فعلي، كما نملك جهاز كمبيوتر وقاعدة بيانات، ويمكن للسكان دفع أي نوع من الفواتير هنا بالقرب من منازلهم، فهم غير مضطرين للذهاب لمكان آخر للقيام بذلك. لقد تولت أمنديس وغيرها من المشغلين المشاركين في تجربة المعونات المرتبطة بالنتائج مسؤولية جعل خدماتهم ملائمة للاحتياجات الخاصة للسكان المستهدفين. لقد تحلت هذه الشركات بالشجاعة على الصعيد الوطني نظراً لقيامها بتجربة هذا النهج والتعرض للمخاطر المصاحبة له. وتتم مكافأة هذه الشجاعة، ففي المغرب يتمتع المقيمين غير الرسميين بمعدل أعلى من السكان العوام فيما يتعلق بدفع فواتير المياه والصرف الصحي في موعدها. قبل وجود أمنديس كانت مقاطعة بني مكادة في حالة كارثية فيما يتعلق بالصرف الصحي، ولكن الحمد لله بعد أن تولت أمنديس المسؤولية حاولنا وتمكننا من التغلب على هذه المشاكل التي كانت تواجه مقاطعة بني مكادة.
وعلى بعد حوالي 300 كيلو متر من مدينة طنجة توجد مدينة مكناس العتيقة، لقد تم تشييدها ابتداء من القرن العاشر، واليوم لا يزال المستوطنون يتوافدون إليها. ويشتمل هذا الاستيطان غير الرسمي في ضواحي مدينة مكناس على العديد من المشاكل التي يهدف برنامج تجربة المعونات المرتبطة بالنواتج إلى حلها. لا يملك المقيمون هنا إمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ويمثل البحث اليومي عن المياه عبئاً. في الصباح كنت أضطر أن أنتظر حتى يستيقظ جيراني حتى يمكنني ملء صفائح المياه الخاصة بي، ولم أكن أشعر بالحرية حيث كنت أعتمد عليهم. المرء يفتقد المياه بالفعل عندما لا تكون بحوزته. يمكن أن يؤدي ذلك الأمر إلى تدهور الصحة والأوضاع العامة للمقيمين، وفي مكناس نحن بصدد إيجاد حل. يتمثل مقدم الخدمة المحلي هنا في شركة حكومية تسمى شركة المياه والكهرباء لمدينة مكناس والمعروفة برادام. اعتاد الناس هنا الحصول على المياه من الينابيع أو الآبار المحلية، غير أنها تجف بحلول الجفاف، وقد اضطررنا أن نفكر في مصدر بديل للإمداد بالمياه. يتمثل التحدي الذي يواجه راديم في توصيل خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة سكانها مشتتين للغاية. في مكناس يكون الوضع مختلفاً في المناطق التي تم إمدادها بخدمات المياه بالفعل، وهناك مناطق أخرى تم إمدادها بخدمات الصرف الصحي ولكن لم يتم بالضرورة إمدادها بالخدمة الأخرى. لقد كانت التكلفة من أكبر المعوقات التي واجهت توصيل شبكة المياه إلى الأسر. في مكناس كان تناول كيفية تمويل توسيع الخدمة في صلب اهتمام برنامج تجربة المعونات المرتبطة بالنواتج. في نهاية الأمر لقد اكتشفنا أنه كان علينا تبسيط الإجراءات لتوفير الوقت، نظرا لأن النتائج كانت هي الأهم بالنسبة لنا في هذا المشروع. عندما يتم إجراء التوصيلات يكون التأثير الواقع على المقيمين كبيرا. في الماضي وبدون المياه كان صعبا أن نخطط للأشياء، كانت الأبواب مغلقة وقد تم فتحها أخيرا وأصبح كل شيء ممكنا. عندما تصل المياه إلى المواسير التي توجد داخل منازل أشخاص مثل فاطمة فإن هذا لا يمثل نهاية القصة، ذلك لأنه يجب التأكد من سلامة التوصيلات والخدمات بشكل مستقل. محمد العربي خروف هو أحد المفتشين المستقلين للتحقق من السلامة والتابع لبرنامج تجربة المعونات المرتبطة بالنواتج، واليوم يقوم بالتحقق من سلامة الوصلات في الحي الذي تقيم به فاطمة. يجب علي التحقق من أنه قد تم وضع التوصيلة في المكان المحدد وأن هذا المكان يقع داخل منطقة المشروع، ثم أتحقق من أنه قد تم إجراء كل شيء وفق المواصفات وأن خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة ذات مستوى مقبول. إنها لحظة هامة عندما يأتي المفتش، كان هناك الكثير من الخوف. هل تعلمون من هو المفتش؟ هل هو شرطي؟ هل هو شخص سوف يخبرنا أننا لم نؤدي الأشياء كما يجب ومن ثم لم نحصل على مقابل؟ أم هل سيكون شخصا يرافقنا ويساعدنا بطريقة ما في التأكد من أنه قد تم عمل هذه الأشياء بطريقة صحيحة؟ يسرني أنه في هذه التجربة كان هو الشخص المذكور في الاحتمال الثاني. لقد تمكنت تجربة المعونات المرتبطة بالنواتج من توصيل 52 ألف مغربي بخدمات المياه والصرف الصحي، ويخطط المغرب الآن لتطبيق الأمر على كافة أرجائه لصالح المقيمين غير الرسميين الذين لا يزالون يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي والمياه باستخدام نهج المعونات المرتبطة بالنواتج. لقد تم إثبات مفهوم المعونات المرتبطة بالنواتج، حيث أنه لم يتم فرضه بل تمت مناقشته واختباره بدلا من ذلك. وتعد المعونات المرتبطة بالنواتج من الأمور التي ستتوائم بشكل جيد مع استراتيجيتنا الخاصة بسد الفجوة وتحسين المناطق شبه الحضارية. إن البنك الدولي والشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنواتج GPOBA وشركائهما مثل المصلحة الاستشارية للبنية التحتية للقطاعين العام والخاص PF
يكونون على أتم الاستعداد لدعم الحكومات والمشغلين في القطاعين العام والخاص في جهودهم المبذولة لتوصيل الخدمات إلى المجتمعات المحرومة في المغرب وغيرها من الدول. وبين أولئك الذين حصلوا على خدمات المياه بالفعل يسهل التحقق من أن ظروف حياتهم قد تحسنت. إنها لتجربة مرضية جدا أن تأتي إلى منطقة ما عندما ترى الظواهر الماضية حيث ترى مياه الصرف الصحي تنهمر في وسط الطريق والناس يمشون حاملين صفائح المياه الخاصة بهم على منحدرات شديدة الانحدار حتى يصلوا إلى منازلهم، ثم ترى حياتهم تتغير ويشرعون في إطلاق مشاريع صغيرة أو يعلمون الصغار أو يؤسسون الجمعيات لتحسين حياتهم نظراً لأنهم لم يعودوا مضطرين للقلق بشأن هذا الأمر. عندما يتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأشخاص فإن المنازل تصبح منازلاً تحلو فيها الحياة، وتصبح المستوطنات أحياء، وتصبح الفرص الاقتصادية فرصاً حقيقية.